السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم يا مرحب. اليوم الاستراحة صار يوم واحد الأسبوع نجي الاستراحة ونشتغل. يعني ضريبة التقدم في العمر. يعني تخيلوا المزرعة هذه قبل 7 سنوات كنت شغل فيها بنفسي بدون عمال، استمرت 3 سنوات، ثم بعدين جبت عامل، بعدين جبنا عاملين، كنت أنزل وسع أشتغل يومين 3 أيام، كنت أخذ 5 أيام في الأسبوع هنا. الآن تقدم العمر وانشغلنا بأشغال ثانية ووسائل التواصل، سبحان الله فقدت اللياقة اللي كانت عندي، فأصبحت يوم واحد الأسبوع بس أجي أشتغل وبعد أحس أني أتعب. لابد أن تعيد لياقتك، لياقتك العقلية، لياقتك في الكتابة، لياقتك نسميه الصبر، الصبر في المشي، الصبر في العمل، الصبر في الإنتاج، الصبر في الكتابة، الصبر في التأليف، الصبر على الناس. الصبر مهم والله، بدون صبر وبدون لياقة لن تنجح حتى في أدنى مشروع. نصيحتي حافظ على لياقتك وحافظ على صبرك وحافظ على شغلك، وعود نفسك عشان تمارس اللياقة، لياقة فكرية، لياقة عقلية، لياقة صبر، لياقة رياضة، لياقة زراعة، لياقة مقابلة الناس، لياقة إهداء الناس. هذه ذبيحتنا اليوم إن شاء الله، وما شاء الله القطيع هذا بديت ب10 والآن حدود 80، وكل شهر نأخذ 2 ما شاء الله، ويتكاثر 800% خلال 5 سنوات، تعتبر نعمة نحمد الله ونشكره.